السلام عليكم. هسه راح نبلش شرح شابتر 5 مادة الستين. شابتر 5 بحكي لي عن الاكسيال لودد ان كومبريشن ممبر. كيف يعني اذا في عندي كومبريشن ممبر، يعني كيف يعني كومبريشن؟ يعني مثلا بليت زي هيك، مثلا عليها لود كومبريشن زي هيك، ملاحظ تشابتر 3 كان تنشن، فالكومبريشن بيختلف عن التنشن بالديزاين وكل شيء. هسا تشابتر 5 بحكي لي انتروداكشن، هو مقدم، يعني راح ناخذ اساسيات بسيطه بهذا التشابتر عن الكومبريشن ممبر. تشابتر 6 ديزاين، وتشابتر 7 اذا في مومنت. هون بس اكسيال، يعني بيور اكسيال، لانه نعرف انه في عندي شيء اسمه بيور اكسيال وفي عندي اكسيال لحاله. بيور اكسيال يعني انه الجسم كامل اكسيال، اما بيور بيكون مثلا في مومنت مثلا. ف اكسيال يعني على سنتر السكشن، اللود بيجي على سنتر السكشن يعني محوري. فهون سلوك البليت هاي راح يتغير. كنا بالتنشن ممبر شو كنا نحكي؟ كنا نحكي في عندي ييلد وفي عندي رابتر أو رابتر. يعني هسه بهذا التشابتر ما في عندي يلد أو رابتر، لا في عندي يلد وفي عندي بس ما يعني تأثيرهم مش مهم كثير. بحدث عندي بالكومبريشن بحدث عندي إشي اسمه باكلينج، انبعاج. يعني تخيل مسطرة الرسم إنك شديت عليها ضغطت عليها بنبعج، بيصير يعني هيك مثلا بنبعج هيك. فالكومبريشن بحدث عندي انبعاج. هسا في عندي انواع للانبعاج، هذا في عندي ثلاث انواع. عندي الاول فلكسترال باكلينج، واثنين في عندي لوكال باكلينج، وثلاث في عندي تورشنال باكلينج. الفلكسر باكلينج بيكون نوع رئيسي. كيف يعني نوع رئيسي؟ يعني الكولوم كامل بيصير له باكلينج. مثلا اللوكال باكلينج بيكون على اجزاء معينة، على الاليمنت. يعني كيف يعني؟ يعني في عندي مثلا W section زي هيك، بيجي يحدث مثلا الباكلينج بالفلانج هون، او بحدث بالويب، يعني بيجي على اماكن محدده من السكشن. وهذا بنفحصه عاده بشيء اسمه الويدث على الثيكنس ريشيو. تمام. يعني انا لما اجي احسب اللوكال باكلينج باجي بحسبه على شيء اسمه الويدث على ثيك او الثيكنس ريشيو، اذا بقارنها بليميتيشن معين راح نشرحها لقدام. إذا كانت أكبر من الليميتيشن بيكون عندي لوكال باكلينج، وراح يكون القوانين لسه ما أخذناها. وإذا ما كانت أقل بيكون عندي فلكسر باكلينج مطبق على القوانين راح نتعلمها. تورشنال باكلينج بيكون ناتج عن تورك. تمام. فعندي هسة مصطلح بدنا نتعلمه، تعلمناه بالشابتر اللي قبل، اللي هو سلندرنس ريشيو. وهي كنا نحكي عنها L على R، والR كانت هي عبارة عن جذر I على A، الاريا او المونت اوف انيرشيا على الاريا جروس. هسا شو بصير عندي؟ بيقول لي انه ال على R هاي كل ما زادت، يعني increase مثل نقول، بزيد الباكلينج انكريز. ليش؟ انت لما تحكي L على R بتزيد، يعني ال بزيد، يعني البيم او يعني يعني وفعلا بصير طويل وبصير نحيف، بصير اكثر. يعني هاي مثلا L على R تكون مثلا 1، اما هاي تكون مثلا L على R 5، فهذا انحاف، هذا بتطلب باكلينج اكثر. فعندي بكل ما زاد ال L على R بزيد الباكلينج.
في عندي مصطلحات يعني بسيطة، بحكي حكي مش رح أكتب شيء. في عندي شيء اسمه residual stresses، والستريس موجود بالمنبر قبل الاستعمال، يعني أنا بنعرف أي شيء عليه ستريس بيكون من قوة مثلا، أما هذا بيكون قبل ما أستعمل فيه عليه ستريس. من وين؟ هذا من المصنع مثلا، لو عندي rolled section يعني أنا section بصب من المصنع، وأنا رحت حطيته على الأرض. هسا لما أحطه على الأرض بكون في جهة حامية وجهة باردة، هذا الإشي رح يعمل لي ستريس. فبهاي الحالة بكون في عندي إشي اسمه residual stress. هسا الأشياء اللي بختار، السكاشن اللي بختارها بالكولوم، الكولوم يعني الكومبريشن ممبر، احنا رح نتعلم الكولوم هون، مثل التنشن، مثل التنشن ممبر ان W section L section C section كذا. هسا شو ممكن أغلب السكاشن ممكن تصادفنا؟ double L ممكن، four angle. كيف يعني four angle؟ يعني angle هون وangle هون مثلا، وانجل زي هيك جاية، وهاي جاية زي هيك، أو بالجهة الثانية. فإنه هذول الأربعة مع بعض بيعملوا لي كولوم مثلا، سكشن للكولوم. في عندي W سكشن مثلا with plate، يعني في عليه plate، وهكذا في سكشن كثير. في عندي W مع C، يعني أمسك W روح أحط عليه سين زي هيك، هاي سكاشن بالكولوم ممكن تصادفنا. هسا المعادلات أو الأل على آر، هذا إحنا أهم إشي بهذا الشابتر، السلندس ريشيو. بقول لي كل ما زادت بقل ستريس، فلما يقل ستريس يعني اللود اللي بتحمله. فأنا إذا زاد الأل على آر، اللود الأقصى لود ممكن أتحمله راح يصير أقل كل ما زادت. فبالتالي هسا في عندي معادلات راح ناخذها، طورها عالم اسمه أويلر، هذا اللي أخذناه بالدب، طورها بحيث يصير عندي معادلات، وسموا معادلات باسم معادلة أويلر. من وين أجت وكيف أجت هسا راح نشرح عنها. هسا شو في عندي؟ في عندي أنواع للكولوم. هسا إحنا نتعلم الكولوم. في عندي الشورت كولوم، وفي عندي الانترميديات، في عندي اللونج. هسا الشورت بكون قال على ار له قليله، يعني يكون عندك كولوم زي هيك مثلا صغير، يعني هذا طول كولوم يعني هاي ال ماشي، يكون هذا صغير. هذا لو اضل اشي اضغط فيه ما بيصير له باك لينك. شو بيصير له؟ بيصير له فشل بالماتيريال، يعني بتشوف مثلا هاي الجهه تروح تفقع تنفجر، يعني ايه بحدث فشل بالماتيريال. فهذا شورت كولوم قال على ار، هذا بحدث عندي ييلدينج. يعني هون مش قلنا في عندي ييلدينج ورابتشر والسوالف هذيك، هون بحدث عندي ييلدينج. الشورت كولوم بحدث فيها فشل ييلدينج. الانترميديات يعني وسط، جزء بحدث لها ييلدينج وجزء بحدث لها باكلينج. اللونج الال على ار له كثير عاليه، فبكون طويل ونحيل، وبنفس الوقت بحدث له باكلينج كامل، بحدث له باكلينج كامل. تمام. هسه طيب معادلات أويلر، معادلات أويلر بحكي له أويلر لو عندي كولوم زي هيك وعليه الفورس بي. أنا المفروض أعطيكم يعني الاشتقاق مش مهم كثير يعني، بس إنه خلينا نشرحه. هذا هاي فورس بي، هذا الخط اللي هو الأكسيال لود ماشي، هذا راح يصير له باكلينك، يعني راح يصير السكشن زي هيك مثلا. مش صار معاق يعني، بس خلينا نتعلم. هسا شو اللي بصير عندي؟ لاحظوا انه هون بالزهري في عندي الفورس بي ظلت على نفس المحور، ولكن الفورس بي اللي هون صارت هون، صارت هون ماشي، صارت هون الفورس بي. فبالتالي صار في بينهم مسافة اسمها واي، بسموها واي. فبالتالي بنتج عندي لو بدي اعمل سكشن، سكشن للكولوم هذا زي هيك، بلاحظ انه عندي فورس بي، فورس بي باتجاه مش نفس الاتجاه، وهون مسافة واي. هسه هاي اكيد راح تعمل لي مومنت، راح تعمل لي مومنت هي قبل مومنت، لانه مسافة خطوتين مسافة المقدار عكس الاتجاه، بعمل لي مومنت فمشان يتزن يكون المومنت تبعي زي هيك، مشان صار عندي اتزان. فصار عندي مومنت وصار عندي بي. واحنا بنعرف انه معادلة الاتزان لاي اشي بالحياة بدها تساوي مجموع المومنت بساوي زيرو حول الأكسس
راح اقول انت بي في واي زائد المومنت اللي من الباكلينك يساوي زيرو. هاي المعادله الاساسيه. بحكي لي احنا بنعرف من الاستراكشر انه المومنت هو المشتقه الثانيه للديفليكشن، المومنت المشتقه الثانيه للديفليكشن، ولكن في عندي عنصر اسمه اي اي، فبالتالي المومنت يساوي اي اي في المشتقه الثانيه للديفليكشن هي دي تي دي تربيع واي على دي اكس. فانا بحط هاي هون وبحط البي على واي وبقسم على اي اي، بنتج عندي معادله اسمها بي واي على اي اي زائد دي تربيع واي على دي اكس تربيع يساوي زيرو. هذا الاشي بنتج معادله تفاضليه مشتقه ثانيه واي دبل برايم، وهنا واي عاديه. فهي بسموها homogeneous first second order equation، بتنحل على معادلات أويلر. بعد ما تحلها توصل عندي لقاعدة معينة، طبعا الاشتقاق معي بس مش مهم كثير، بتج عندي اللود الكريتيكال اللي هو اللود تبع أويلر بيساوي باي تربيع، هاي أجت من محل معادلة الأويلر في اي اي على ال تربيع، ماشي؟ بي كريتيكال بتساوي باي تربيع في اي اي على ال تربيع. هذا اذا حكى لي اوجد لي الكريتيكال لود، بس ممكن يجي يحكي لي احسب الكريتيكال ستريس. الكريتيكال ستريس بدها تكون عندي شيء اسمه اف اي. اف اي يعني ستريس. الستريس ايش هو؟ اقسم على الاريا، اقسم على الاريا فعليا، هذا هو الاف اي. طيب هذا ايش بيساوي لو انا الاي على اي؟ شو كنا نقول عنها؟ الاي على اي اللي هي الار، كنا نحكي عنها اللي هي الار. ف شو بصير عندي؟ باي تربيع على في اي على ال تربيع دوت الاريا تساوي ايش؟ دوت اريا بقسمها بصير ال تربيع ار تربيع. ليش ار تربيع؟ لانه الاي على اي بتساوي الار تربيع. ليش؟ لانه الار بتساوي جذر الاي على اي، فربعها بصير زي هيك. فايش صار عندي؟ معادلة الستريس كاملة اف اويلر بتساوي باي تربيع في اي على التربيع والتربيع، باخذ التربيع برا بصير زي هيك. هاي معادلة اويلر. بس اويلر هون بس في ملاحظة انه فرض شكله، فرض انه الكولوم اللي صمم عليه، يعني الكولوم اللي صمم عليه هو عبارة عن بين في بين، تمام؟ الكولوم هذا بين في بين، فلما يكون الكولوم بين بين فعندي الطول ال هو ال الكلية، يعني عندي ال K بتساوي واحد. ما بعرف إذا أخذتوا RC2 في أخذنا بتشابتر الكولوم شيء اسمه K، فهون ال K مالها بتساوي واحد. ففعليا هاي معادلة أويلر. خلينا نحل هسا. إذا كان عندي fixed وبين أو fixed to fixed في قوانين ثانية رح نأخذها كمان شوي، بس خلينا نحل المثال. خلينا نشوف المثال بالكتاب. طبعا هذا الحكي كله حكيته على السريع، اشتقاق معادلة أويلر. هذا إكزامبل، هذا الإكزامبل حكى لي W10 في 22 يعني section W10 في 22 is used as a 15 feet long bin bin connected column. bin connected يعني bin و bin، يعني في عندي كولوم زي هيك عبارة عن بن وبن وطوله 15، تمام. Using the Euler expression، هسا قال لي Euler expression يعني الكي بتساوي واحد. ليش؟ لأنه بن connected. Determine the critical or buckling load، يعني أوجد الكريتيكال بشكل عام والباكلينج لود يعني أوجد البي ultimate. Assume that the steel الكي الاف واي 36. ليش هي اف واي 36؟ شو معنى هذا الحكي؟ احنا حكينا انه الشورت كولوم بحدث لي فشل باليلدنج، فانا اذا طلع عندي الستريس اعلى من الستريس اليلدنج يعني اموري تمام. اما اذا كان عندي الستريس الكريتيكال اقل من اليلدنج معناته هذا بحدث عندي فشل بالماتيريال. هسه بنشوف هون بالمثال شو بده يصير. شو بده يصير هون؟ اذا اقل بحدث لي بالماتيريال، اما اذا اعلى بكون باكلينج، بكون باكلينج. طيب فايش هسه انا بعمل؟ بروح على المانيوال، ب
بجيب ال W10 section، بجيب ال area، بجيب ال RX وال R1. مين باخذ؟ باخذ أكيد ال L على R، بدي أخذ اللي بتعطيني أكبر، أنا بصمم على أكبر، بالتالي R أقل، باخذ ال L ال R الأقل. فعندي هون أول شيء بتطلع ال L على R، ال L على R بتساوي 15 و12 للتحويل، وال R هي 1.33. طلعت معي كم؟ 135.34. شو بعمل؟ بس بطبق معادلة الستريس باي تربيع في الاي. الاي دائما ثابته 29 في 10 قوه 3، يعني 29000. دائما الاي للحديد 29000، هاي ال على ار مربعها، طلعت معها 15.63 هي اقل من ال 36. يعني انا هذا الكولوم، هذا الكولوم راح يصير له باكلينك لما أثر عليه بستريس مقداره 15.63، يعني لسه ما وصل لل 36 KSI. السكشن إذا صار له بستريس أعلى من 36 بصير له فشل بالماتيريال، بس هون أصلاً راح يصير له فشل بالباكلينك مباشرة أول ما عمل، أول ما وصل ل 15، يعني لسه ما وصل ل 36، يعني 36 حطها هي مشان المقارنة. فبالتالي هذا لما أحط عليه ستريس مقداره 15.3 بصير له باكلينك، بصير له باكلينك. هسا اللود شو بيساوي؟ الاريا في الستريس بيعطيني 101، فالكريتيكال لود 101. هسا قال لي عيد السؤال على اساس انه الال صارت 8، بس بتصير بتختلف معك الال على ار، الال بتصير 8 في 12 1.3 بتصير 72. طبق المعادله بيطلع معك 54. لما صار عندك 54 هون انا هذا كله حطيت عليه ستريس مقداره 30، أموره طبيعي، لا صار له يلدنج ولا صار له باكلينج. ليش؟ أقل من 36 أو أقل من 54، حطيت عليه 36 أمور تمام، حطيت عليه 37 رح يفشل بالماتيريال. طب ليش ما صار له باكلينج؟ لأنه الكولوم هذا بصير له باكلينج لما يوصل عند ال 54. قبل ال 54 ما بصير له باكلينج، قبل ال 36 ما بصير له شيء، بعد ال 36 بصير له ماتيريال، بعد ال 54 بصير له باكلينج، بعد ال 15 بصير له باكلينج، بعد ال 36 ماتيريال، قبلهم ما بصير شيء. وهيك هذا يعني هذا بس شرح للباكلينك، يعني مشان يقول لي ممكن تجيب له سؤال شو بصير مثلا بالفشل، شو بصير بالفشل. هسا لاحظنا شغله مهمه، انه ما اعتمد على قوه الحديد، انه يعني الكريتيكال لود، مشان احسب الباكلينك وانا بستعمل الكريتيكال لود ما اعتمد على قوه الحديد، يعني ما عوضت بالقوانين اف واي. انا بس كنت اضل اعوض اي للحديد، بس ما اعوض اف واي السترينج تبعه. طيب هاي يعني ملاحظة مهمة، بس هيك. هسه هون لقدام بيجي بحكي لي انه الافكتيف لينث للكولوم، يعني الكولوم الجزء اللي راح يصير فيه باكلينج، هذا بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على نوع السبورت، يعني الاند كونكتد، نهاية الهاي. هسه في شغلة نتعلمها، انه لو كان عندي بين سبورت وبين سبورت، هسه هون المومنت وين بحدث؟ اعتبر هذا اقلبه واعتبره بين. هذا كيف لو عليته بيونيفورم لود؟ طبعا هذا المومنت وين الزيرو مومنت؟ تلاحظ انه الزيرو مومنت عند السبورت، بس هيك المومنت ديجرام صح ولا لا؟ فهذا الطول ال L، هذا ال L بيحدث الباكلينج عليه كامل، مكان ما في زيرو مومنت بيحدث باكلينج، فاهمين الفكره؟ فبالتالي هون ال L هي كامله. فانا مش قلت لكم السلندرس ريشيو هي K L على R؟ قلت لكم اول شيء L على R، بس لو كانت بين بين صير L على R لحالها، لأنه الكي بتساوي 1. ليش بتساوي 1؟ لأنه فعليا الإفكتيف لينكث، الطول، يعني الإفكتيف لينكث يعني الطول اللي بحدث له باكلينك، الطول اللي بحدث له باكلينك هي البن وبن كامل، من بين البن والبن. فبالتالي الكي بتساوي 1. هسا بحكي لي أنه لو تخيلت عندي فيكست وفيكست، تخيلت عندي فيكست وفيكست، كيف هذا بدي أقلبه؟ صار عندي زي هيك، هذا الفيكس تو فيكس، كيف رسمت المومنت ديجرام له؟ راح تحكي له رسمته نيجاتيف مومنت بوزيتيف زي هيك مثلا، هاي بتساوي هاي بس عشان كثر الرسمه. فوين الزيرو مومنت بحدثه؟ تقول الزيرو مومنت بحدث هون وهون، بحكي لك وهاي المسافه. ليش الزيرو مومنت بحدث هون وهون؟ فالتقعر كيف شكله؟ مش البوينت اوف فليكشن هي المسافه اللي عندها زيرو مومنت، والمسافة اللي بتغير عند اتجاه التقعر، لأنه هذا deflected shape إله كيف بيجي زي هيك، zero moment مثلا بنزل زي هيك مثلا، بعدين zero moment مثلا شو بعمل؟ مثلا بقلب زي هيك،
وهو نفس الشيء بيكون لفوق بعدين بتقعر لتحت، انه بنعكس التقعر. فهون لاحظ انه التقعر انعكس، انه من هون لهون تقعر انعكس، فالجهه اللي صار لها تقعر هي الجهه اللي بين 20 مومنت. هاي المسافه بقول لك بالعاده هاي المسافه 0.15 من الطول، وهي المسافه 0.15 من الطول، فقديش بضل هون؟ بضل هون الكي فعليا 0.7 من ال. هاي المسافه اللي بين التو انترنال هنج فعليا او بين التو زيرو مومنت هي 0.7 من ال 0.5 من ال 0.5 من ال 0.5 من ال، نص الطول بس، يعني هاي 25% وهاي 25%، فبالتالي هذا بحدث له باكلينك. تطلب باكلينك زي هيك بس. فبقول لك اذا هذا كامل ال، هاي المسافه 0.5 في ال، يعني نص الطول بس. انا ما راح استعمل 0.5، راح استعمل هسه بعطيكم جدول بقول لكم كم الكي لكل قيمه. واذا فيكست تو بن، هاي فيكست، هاي بن، هون زيرو مومنت، هون مش زيرو مومنت، زيرو مومنت بحط تقريبا هون، فالباكلينك هيك. فهاي الك تكون قيمتها 0.7 ماشي، يعني حسب المومنت اقرا. هسه انا اللي راح استعملهم بكل بساطه، لو عندي بين بين الك بتساوي 1، عارفين ليش؟ لو كان عندي فيكست، فيكست القيمه الريكومندد للديزاين هي 0.65، ولو كان عندي fixed pin الـ k بتساوي 0.8، لو كان عندي pin free يعني pin وبس free لحاله الـ k بتساوي 2، fixed free k بتساوي 2.1. تمام، هذا هسه الجدول هسه بنشوفه. هاي هون هذا الجدول، لو كان عندي fixed fixed الـ k 65%، لو كان عندي pin fixed 0.8، هاي أنا بستعمل recommended للديزاين مش theoretical، لو كان عندي pin fixed وبين fixed و free 1.2، أو إن هي fixed و fixed ومش free، إنه بعمل transition بس، أيوه هاي transition free، لو كان عندي pin وبين 1، لو كان عندي fixed free 2.1، لو كان عندي بين وفري بيكون 2. هاي الأرقام اللي أنا بحتاجها بخصوص الكي. فأنا هسا لما أحسب الكريتيكال لود أو الكريتيكال ستريس باي تربيع في إي، بحكي هون كي ال أوفر آر الكل تربيع، بستعمل effective length. الكي بجيبها من هذا الجدول حسب نوع السبورت، والال والآر من المانيو، الال من الطول من السؤال، والآر اللي هي الهاي من المانيوال. طيب هسه هذا الحكي كلياته شو ماله؟ بتعلمت كيف احسب ال K، وتعلمت كيف احسب ال L، وكيف احسب ال R، بس تعلمت كيف احسب ايش؟ تعلمت كيف احسب الاويلر لود فعليا. يعني انا هسه بقدر احسب اي سؤال قال لي احسب متى بصير الباكلينك عند اي ستريس تقدر تطلعه. بس بقول لك في شغله، بقول لك انه في عندك انت حكينا في عندنا فليكسر باكلينك، وعندك فلكسر باكلينج، وعندك شو؟ عندك لوكال باكلينج. طيب انا لما يكون عندي لوكال باكلينج القوانين بتختلف. فانا قبل هيك بدك تعرف شغله، انه بدك تفحص الشيء اسمه الويث على الثيكنس ريشيو، يعني بدك تشوف الويث على الثيكنس تقسمهم على بعض بيعطيك نسبه بتقارنها مع شيء معين بجدول هاي. فهون قبل هيك بقول لك في عندك إشي اسمه stiffened and unstiffened element. شو هذا الإشي؟ هسا مشان أنت تقارن limitation اللي حكيت عنهم قبل شوي، بتحتاج إنك تشوف إذا section stiffened أو unstiffened. stiffened يعني الجزء element. element شو يعني؟ بتتذكروا حكينا لو عندي هذا الشكل، هذا الإشي عبارة عن element، هذا الإشي عبارة عن element، هذا الإشي عبارة عن element، حكينا من chapter 2 هذا من chapter 3. فأنا بقول لي إنه هاي الجزء stiffened يعني مربوطة من كل الجهات، unstiffened يعني غير مربوطة. كيف يعني مربوطة؟ مربوطة يعني شوف الويب، هاي
لاحظ انه مربوطه من تحت ومربوطه من فوق، فهي ايش ستيفنت. بس لاحظ الفلانج اللي هون مربوطه من هون بس من هون مش مربوطه، فهي ايش انستيفنت. فلما اروح على المانيول انا بدي احسب مثلا الباكلينج، اشوف احسب اللوكال باكلينج، بدي افحص للفلانج وبدي افحص للويب اشوفهم. فلما اروح على الفلانج بحكي انه هاي والله انستيفنت، اروح على المانيول او على الجدول اللي هون او في جدول بالمانيول بتشوف الفلانج عندك مربوطه ولا غير مربوطه، ولا غير مربوطه بتروح على انستيفنت تقارنها مع القانون معين استيفنت نفس الشيء مره. فهون بيعطيني اشكال بيقول لي انه هون الويب مربوطه من هون بس مش مربوطه من تحت، معناته هاي الويب انستيفنت والفلانج هاي انستيفنت. هاي ما هيك ها هون قال لك الفلانج هي هي انستيفنت بس ولا هي هاي بتفلت كمان. لاحظ انه هاي الويب مربوطة فهاي استيفنت، بس قال لك هاي لما تكون مربوطة يعني دبليو سكشن مربوط ببليت مع هاي غلط من هاي الجهة حرة، فقال لك هاي برضو انستيفنت. بس لاحظ هون الويب قال لك استيفنت، لاحظ البليت هاي القطعة هاي استيفنت مربوطة، لاحظ انه هاي البليت واصلة بين فلانج وفلانج معناته هاي استيفنت، وهاي القطعة دبليو سكشن with C او انه ويب مربوطة ب 2C، لاحظ انه هاي الجهة مربوطة من كل الجهات، هاي مربوطة من هون ومربوطة من هون، ايش هي بتكون استيفند إليمنت. فبقول لي هذا الجدول، هذا الجدول يقارن الاستيفند والان استيفند. قال لك لاحظ هون، قال لك هون انستيفند إليمنت، يعني هون لأي اشي انستيفند، وقال لك هون استيفند إليمنت، وكل واحد له حالات، واحد اثنين ثلاثة اربع حالات، وهذا له من خمسة الى تسعة برضه اربع حالات. ف قال لك هون الحالة الأولى flange rolled eye shape. كيف يعني rolled eye shape؟ لو جيت لك على المانيوال، الرولد قلنا إنه اللي بيجي من المصنع جاهز مصبوب. لو جيت لك على المانيوال بقول لك الرولد shape بيجي من المانيوال أو بيجي من المصنع زي هيك. لاحظ الفلانج زي هيك جاية، في تقعر هون، في تقعر هون، باجي زي هيك. لاحظ إنه أنا لما احسب للرولد شيب مثلا للويب، بدي افرض الويب هاي استيفنت واحسب عليها، بقول لك انه لما تيجي تحسب مش عندي انا الويد على الثيكنس ريشيو، لما احسب الويد للفلانج انا ما بجي بحسبها من هون، يعني ما بحكي انه هاي هي الويب كلها، لا بقول لك بتيجي من المسافه اللي بخلص منها التقاعر، يعني لما الثيكنس يثبت. لاحظ انه هون وهون الثيكنس ثبت، اما هون الثيكنس للفلانج مش زي الثيكنس هون. فقال لك انه هاي المسافه اسمها تي، أو عبارة هي عن D ناقص 2K. فلما أحسب الـ Width على Thickness Ratio، الـ Width للفلانج عبارة عن D ناقص 2K، هاي معنى الـ Rolled Section. فقال لك هون لو أنت عندك الـ B على الـ B على T، شو الـ B هون للهاي؟ من السنتر الويب لوين، أو من سنتر الفلانج يعني للنهاية، هي الـ B والـ Thickness اللي هي Thickness الفلانج، تقسمهم على بعض وبتقارنها مع شيء اسمه جاما لامدا ار. لامدا ار هذا قانونها، اذا هاي اقل من هاي اموري تمام، اذا هاي اكبر من هاي بحدث عندي لوكال باكلينج. فانا هذا الاشي اول اشي بدي افحصه بهذا الشابتر اذا عندي لوكال باكلينج ولا لا. قبل ما اشوف السؤال بمسك الويب على الثيكنس ريشيو بقارن، او الويث على الثيكنس ريشيو. هون اذا عندك مثلا البليت هون فهذا الاليمنت يكون البي على التي زي هيك. لما لاحظ هون عندك بيلت اب سكشن، بيلت اب سكشن يعني كله مربوط على بعضه، لاحظ انه مش مقعر زي هذا. لما يكون بيلت اب سكشن نفس الاشي بس انه الويب بيكون ارتفاعها كاملة، اما هون الويب بيكون ارتفاعها من هون لهون. هذول كلهم انستيفنت اليمنت يعني غير مربوطين، غير مربوطين. شوف هاي الاشكال بتقارنهم، بس الاستيفنت اليمنت هاي المربوطين هاي الويب، فهاي بصير H على الثيكنس، H على الثيكنس اللي هي ارتفاع الويب من دون تقعر. وإذا عندك C section نفس الفكرة، وهي أشكال ثانية. إذا عندك مثلا HSS تأخذ عندك ال B هي الطول كامل، بتطرح double thickness بتقارن أمورك بتمشي تمام. هذا بفحصه، لازم أفحصه. هسا بقول لك هاي أنواع الكولوم أنا حكيت عنهم. هسا ايش عندنا؟ عندنا معادلات الديزاين. لما بدي اصمم او اعمل اناليسز شو بعمل انا؟ بدي اصمم. فعندي انا بكل بساطه ال 5 بي ان اللي بدي اصممها هاي هي 0.9 في الاريا جروس في اف سي ار، في اف سي ار
راح تقول لي طيب شو الاف سي ار؟ انا قلت لك اف اي. اف سي ار لها قانون. شو القانون؟ طبعا هاي بتجيبها من ثلاث اماكن، بتجيبها من تيبل اسمه تيبل 1 او 2 او 3 او 4، او بتجيبها من تيبل 4 22، او بتجيبها من المعادلات. خلينا نجي نبلش بالمعادلات. بحكي لك ال 5 بي ان 0.9 اري جروس اف سي ار. اف سي ار شو هي؟ بتعتمد حسب الكي ال اوفر ار. اذا الكي ال اوفر ار اقل من 4.71 قانونها في جذر الاي على اف واي، بتحكي انه الاف سي ار بتساوي 0.658 لاف واي على اف اي في الاف واي. ماشي، بتطلع الاف سي ار وتحطه هون اريا جروس من المانيوال، 0.9 هو الفاكتور فاي، بطلع لها عندك كي ال اوفر ار اكبر من هذا الرقم، تكون الاف سي ار بتساوي 0.877 اف اي. شو الاف اي؟ اللي هي كريتيكال لود باي تربيع كريتيكال ستريس في كي ال اوفر ار كل تربيع. والكي ال اوفر ار انت حسبها تلقائي من هون او من هون. طبعا في تشيك ثاني للمقارنه، اذا اف واي على اف اي 2.25، هي اف واي على اف اي 2.25 هون اكبر، هذا خطا من الكتاب، هاي اكبر. ماشي، 2.25 وهاي المعادلات اللي حكيتهم. لاحظ انه الاف اي هي الباي تربيع في اي كي ال اوفر ار. تمام، قلت لك انه هاي من المعادلات، فعندك انك بتقدر تجيبهم من تيبل 4.1. كيف يعني من تيبل 4.1؟ بحكي لك لو عندي انا دبليو سكشن حديده 50، يعني هذا ما بزبط لكل السكاشن وكل الحديد، لا بزبط لأماكن معينة. فإذا أنت بالامتحان صادف معك سكشن والأف واي متشابه، تقدر تحل على هذا الجدول، بتطلع الفاي بي ان مباشرة، يعني ما بتحل ولا خطوة بالسؤال، تمسك السؤال تقرأه تروح التابل 4.1 بتحله. شرط واحد، إذا السكاشن الموجودة بالمانيوال والأف واي منطبقات على الشرط. اما لو تقول لي الاف واي اعطيك اياها 49، لا تحل، حلك غلط، هذا الجدول ما بتستعمله. طبعا هون سكشن للجدول الدبليو، طبعا في قلت لكم اكثر من تيبل، جيبوا من المانيوال، المانيوال كامل من هون بتجيبوا. تمام، هنا تيبل 1 بطلك نازل لتيبل 4. تمام، هاي الفاي بي ان والسوالف، انه في تيبل كثير. في عندك التيبل الثاني 4.22، طبعا كمان هذا في شرط انك تستعمله، انه الكي ال على ار واي هي الاكبر. يعني في عندك انت كي ال على ار واي وعندك كي ال على ار اكس، اذا كانت هاي الاكبر تقدر تستعمل هذا الجدول لو انطبق الحديد والسكشن. اما لو كان كي ال على ار اكس اكبر بس وانطبق على الحديد، ما بقدر استعمل هذا الجدول، لازم يكون ال بكون ار واي هو الهاي، هي الاقل ار واي. فشو هذا، كيف تستعمل هذا الجدول؟ بتروح تحكي مثلا عندي سكشن دبليو 14 ب 500، ماشي، وعندي الكي ال، بس الكي ال عباره عن كم؟ مثلا 30. بتروح بتقارن هاي الكي ال 30 وهاي بي ان على 500، هنا ال ار تي، وين نقطه التقاطع؟ 4080. فالكريتيكال لود مباشره فاي بي ان هي 4080. طب القيمة مثلا 29 مش هون، شو بتعمل؟ انتربوليشن، بتحكي 4340 3820 4080، بتفوت على جوجل بتكتب لينير انتربوليشن، بتحط القيم هاي والقيم هاي، بطلع لك القيمة اللي بالنص بين 28 و30، فاللود بده يطلع بيناتهم. ماشي. طب شغلة ثانية، هذا حكينا اذا ار واي. طبعا اذا كان ار اكس في شغله بعملها اكويفالنت بشرحها باخر فيديو بالتشابتر ان شاء الله. طيب هذاك تيبل 4.1 بيعطيك الفاي بي ان جاهزه، هسه تيبل 4.22 بيعطيك ايش؟ لاي سكشن بالحياه بس حسب انواع الحديد، بيعطيك بس انواع حديد ثابت اللي هو 35 36 42 46 50. اعطاك حديد 47 ما بتقدر تستعمل تيبل 22، أعطاك 50 تقدر تستعمله. شو بقول لك هذا شرطه؟ بتيجي كي ال اوفر ار مع نوع الحديد، بتطلع عندك ايش انت؟ بتطلع الفاي سي ار. فانت شو بتعمل؟ الفاي اف سي ار بدك الفاي بي ان،
راح تحكي اللي طلعتها من الجدول تضربها بالاريا جروس مباشرة، ما بتضرب ب 5.9. ليش ما بضرب 0.9؟ لانه انا هون جاهز مطني انا ضربها 0.9، تضربها بعدين ايش بالاريا جروس. فعندي هون انا ايش حكينا ثلاث حالات لاجيب الكريتيكال لود، الاول المعادلات وهي بتزبط على اي حديد بدك اياه وعلى اي سكشن. ثاني شغله الجدول واحد بيعطيك بس لانواع حديد معين وانواع سكشن معينه بتطلع مباشره من الفاي بي ان، واذا اضطرت تعمل انتربوليشن بتعمل انتربوليشن. وعند الجدول هذا بيعتمد بحل اي شيء بشرط انواع الحديد الخمسه هذول او اذا في كمان. والشرط الثاني اذا القيم الكي ال على ار مش موجوده بين بالقيم تعمل انتربوليشن وبتطلعها. هون انتربوليشن طلعها، بس هون ايش هون هون كي ال، اما بجدول 24 كي ال على ار. انت بتشوف البراميتر اللي بالجدول هيك. ان شاء الله اول فيديو بالشابتر انتهى، ان شاء الله الفيديو الثاني راح يكون عباره عن بروبلم، او اذا في فيديو ثالث محتاج نحل بروبلم الكتاب مش اكزامبل الكتاب ان شاء الله راح نحله. نعطيكم الف عافيه.